تعرض قبل قليل الحي الانصاري المشهد الى قصف الطيران الحربي. طبعا صاروخ فراغي ادى الى وفاه امراه وطفل ورجل بعمر حوالي 50 عام. طبعا في اصابات لسه ما بنعرف شيء عنها. تم نقل الاطفال الى المشفى. مبنى سكني استهدف تم استهدافه من قبل الطيران. الان كمان هو قرب مسجد ويخشى الناس هون في حالة زعر ورعب من المدنيين في أن يدخل إلى المساجد وإقامة شعائر صلاة الجمعة. هذا ما يفتيه مفتي النظام بتحريم صلاة الجمعة في المناطق المحررة. سقوط صاروخ متفجر على حي حلب قديمة وأدى إلى استشهاد رجل وامرأة وأطفال ومرأة لسه عايشة تحت الأنقاض. ماني شايفة الله اكبر عليك يا صليب. الله اكبر عليك يا صليب. الله اكبر عليك يا صليب.